السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وحتى يرضى وإذا رضي وما بعد الرضا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم، أما ثم بعد، اهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم، الفيديو الثاني من فيديوهات احياء دقيقه او مايكروبيولوجي او الكائنات الدقيقه. بنتكلم على الوحده الثانيه. الوحده الاولى كانت المقدمه وتصنيف الكائنات الحيه والتسميه الثنائيه وهكذا. بنتكلم النهارده عن الفيروسات، وقلنا ان الفيروسات لم توضع مع الممالك الخمسه، ده هنعرفه ليه. اهداف الوحده دي بنهايتها بنكون الطالب قادر على او الطالبه على انها تعدد، يعني تقول الصفات وتذكر الصفات الخاصه بالفيروس والتركيب بتاعه بتركب من ايه، وغالبا ده بيكون على رسم مش كتابه يعني، وعليه البيانات. بتفسر اسباب عدم تصنيف الفيروس ضمن الممالك الخمسه اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي، وده كان سؤال احنا قلناه عرضناه وقلنا ناجل الاجابه عليه. ثلاثة، توصيف وتتبع خطوات تكاثر الفيروس، هنشوف الفيروس بيتكاثر ازاي ونتتبع خطواته، يعني دورة حياة وعليها بيانات. نمرة أربعة، تعداد أضرار وفوائد الفيروس. ممكن نشيل كلمة أضرار وفوائد نحط أهمية، يبقى الأهمية لأن الأضرار هي من ضمن الأهمية، ما هو ده ضرر، يبقى مهم ولا مش مهم؟ مهم. يبقى أهمية الفيروس نعني بها الأضرار والفوائد الاثنين، هو ليه فوائد؟ هنشوف. نمرة خمسة، إذا كان في أي رسومات في هذه الوحدة زي دورة الحياة أو التركيب، يبقى إذا مطلوب مننا معرفة البيانات عليها، لأن لما بنيجي نشوف الكلام ده محدش من الطلبة بيرسم، ولكن بنجيب الرسم وبنحذف بعض البيانات وبنستكمل هذه البيانات، يعني أي طالب أو طالبة يبقى قادر على إنه يكمل البيانات على الرسم إذا كان في هناك بيانات ناقصة على الرسم. بنتكلم على الفيروسات، فبنقول إن الفيرولوجي هو العلم الذي يبحث في الفيروسات، ده شيء طبيعي، مش هيبحث في حاجه ثانيه يعني. يبقى بنتكلم على الفيروسات، يبقى اذا بيتكلم على الفيروسات وبيبحث فيها ايه؟ بيشوف خصائصها، مميزاتها، تركيبها، بتعيش ازاي الى اخره، وما تسببه من امراض. يبقى احنا بنتكلم على الفيروسات من حيث الاهميه بتاعتها، ده علم البيولوجي اهو. يبقى بنتكلم عليه ما تسببه من امراض الكائنات الحيه. وكانت الكلمة مشتقة من أصل اللاتيني لأنها تعني مادة سامة، كان لما فيروس أو حاجة أو فيروس بيصيب أي إنسان بيعتبروا إن هو تسمم، فأطلقت هذه المادة عليه، وده مش موضوعنا إن إحنا نستفيد فيه اللي هو المقدمة التاريخية بتاعة الكلام ده. لكن نبدأ في الكلام على الصفات العامة للفيروسات. هي جسيمات ذات أشكال متعددة. خلي بال حضراتكم الكلمة بيبقى ليها دلالة. هنا ما قلتش كائنات، قلت جسيمات. هنعرف ليه حالا دلوقتي، ما قلتش كائنات، يعني هي مش كائنات حيه ولا ايه؟ طب نكمل الجمله. يبقى هي جسيمات ذات اشكال متعدده، ليها اشكال زي ما هنشوف، وبتحوي ماده وراثه، ممكن تكون الدي ان اي او تكون الار ان اي حسب نوع الفيروس اللي موجود معانا، لان هي انواع كثيره الحقيقه اهو. يبقى ماده الوراثه ممكن تكون كده او كده. وبيكون ماده الوراثه دي محاطه بعلبه من البروتين كفر كده، ومن البروتين بيحميها، وقد يحيط بهما دي يبقى اللي هي مين؟ اللي هي ماده الوراثه والبروتين من الخارج غلاف. طيب لا ترى الا باستخدام المجهر الالكتروني، ليه؟ يبقى هنا نرجع لصفحه كده اللي هي الصفحه دي اهي اللي احنا قلنا فيها، دي قياسات هامه تستخدم لدراسه الكائنات الحيه. لو بصينا كده بنبدا ده من تحت خالص كده، بيدينا الجدول ده زي في مسطره على اليسار اهي، وبنلاقي هنا الذره، بنلاقي هنا طول الجزيء بيبقى اكبر شويه، ثم نكتر اكبر منهم شويه طول جزيء البروتين، ثم طول الفيروس اهو في المنطقه دي، ثم الميتوكوندريا طول الخليه البكتيريه، يعني الفيروس اصغر بكتير من الخليه البكتيريه، ايوه، ثم طول خليه النبات والحيوان وهكذا. لو صغرنا كده وننتهي طبعا بالانسان، هنلاقي ان الجزء ده اللي هو اهو اللي احنا معلمينه ده، الجزء ده اهو ده كله، ده بيتشاف بالعين المجرده اللي هو طبعا طول الانسان، طول الخليه العصبيه، ده ممكن يتشاف بالعين المجرده. ثم ناتي للجزء الثاني اهو، الجزء ده اللي هو طول خليه النبات والحيوان وطول خليه البكتيريا، ده ممكن ان هو يرى بالمجهر الالكتروني، يعني بنفحصهم بالمجهر الالكتروني زي ما احنا شايفين.
لكن نيجي نلاقي ايه؟ نلاقي بقى الاجزاء اللي تحت دي اهي، دي محتاجه المجهر الالكتروني. ليه؟ المجهر الالكتروني بيكبر الاف المرات اكتر من المجهر الضوئي، وبالتالي يبقى احنا محتاجين ايه؟ يبقى اذا بنشوف بايه الكائنات الاكثر دقه او الصغيره. يبقى بس ننتبه يا جماعه الخير، انا هعمل العلامه دي، ادي البكتيريا مكانها هنا اللي هي ممكن تفحص بالمجهر الضوئي. طب واحنا لما نقول لما تفحص بالمجهر الضوئي معنى كده ما ينفعش نفحصها بالمجهر الالكتروني؟ لا، لو احنا عايزين نعرف تفاصيل اكتر يبقى هنستخدم المجهر الالكتروني، لكن ممكن نشوفها بالمجهر الضوئي؟ انما الفيروس لا يمكن رؤيته او فحصه بالمجهر الضوئي. خلاص دي بس ايه للاشاره لهذا الامر. ثم نرجع تاني بقى، يبقى هي لا ترى الا بالمجهر الالكتروني بقى. ليه؟ لدقه حجمها، حجمها صغير جدا. هي دي عائده على مين؟ الفيروسات. لا تعد يبقى هنا ناخد بالنا بقى عشان كلمه جسيمات اللي احنا قلناها، لا تعد اهو كائنات خلويه ما بتتكونش من خلايا، ولا تعد حتى وحيده الخليه، ما نقولش عليها وحيده الخليه. ليه؟ السبب ان ما اقولش عليها وحيده الخليه ان الكائنات وحيده الخليه بتعمل ايه؟ بتنقسم انقسام ثنائي عند التكاثر. الفيروسات ما بتعملش الكلام ده. يبقى عدم قدره الفيروسات على الانقسام الثنائي زي او الكائنات وحيده الخليه شبهها يعني زي بتعمل زيها، يبقى هي مش وحيده الخليه ولا تعد خلويه. تمام؟ طيب نمره 4، بتعيش بصوره متطفله اجباريا، ودي نقطه غايه في الاهميه. ليه بقى؟ اولا هنا هنتوقف ونفكر حضراتكم بس بحاجه مهمه جدا، ان الكائنات زي ما احنا قلنا في البدايه يا اما تكون ذاتيه التغذيه يعني بتعمل اكلها بنفسها، احنا قلنا الكائنات الحيه كلها عموما، وطبعا ده نرجع لفيديو اخر بقى اللي هي الحصول على الطاقه وانواع التغذيه. من ضمن انواع التغذيه غير الذاتيه التطفل. التطفل يعني ايه؟ يعني الكائن اللي هو المتطفل ده بيتطفل على كائن اخر، يعني بيعيش عليه عشان ياكل منه ويسبب له ضرر كمان. مش بس كده، التطفل ده اما بيكون اجباري او اختياري. يعني اجباري يعني ايه؟ يعني الكائن ده بيروح للعائل اللي هو هيتطفل عليه وياكل الاكل منه وياخد غذاء منه ويسبب له ضرر، ما يقدرش يعيش غير جواه. لو طلع الكائن ده بره، بره العائل ما لقاش العائل، يموت ولا يظهر اي مظاهر حياه، يعني لا ينقسم ولا يتكاثر، كانه مركب كيميائي. خلاص؟ الاختياري بقى ده وضع تاني مش موضوعنا هنا، يبقى اذا الفيروس من هذا النوع، انه لو ما فيش عائل يبقى كانه مركب كيميائي، وعشان كده بيعتبروا له عليه جسيمات مش كائنات، لكن هو كائن بيتكاثر، لكن ساعات يطلق عليه ان هو جسيم، لانه فعلا بيبقى عامل كانه جزء من الدي ان اي والبروتين بس. خلاص؟ وعشان كده لا، اجابه السؤال بقى لا يوضع ضمن الممالك الخمسه. يبقى عدم وضع الفيروس ضمن الممالك الخمسه السبب بتاعه ايه؟ انه متطفل اجباريا. مش بس كده، لا يظهر مظاهر الحياه خارج العائل بتاعه اللي هو بيسبب له المرض. طيب نمره 5، عند تكاثرها داخل خلايا العائل توجه. هي ليه محتاجه بقى خلايا العائل في ايه؟ بتحتاج له في ايه؟ اهو توجه خلايا العائل لتصنيع مكونات الفيروس من مكونات العائل. يبقى عرفنا بقى هي ليه ما بتتكسرش بره لوحدها، لانها ما تقدرش تصنع البروتين بتاعها وتصنع حاجتها، فلازم تخش على العائل ده سواء كان بكتيريا كان انسان كان فطر كان اي حاجه او حيوان، تبتدي تتطفل عليه عشان توجه الخليه دي عشان تشتغل على الكلام ده. ليه؟ ده سؤال بقى نشوف اجابته اثناء المحاضره. نمره 6، الفيروس متخصص في اختيار العائل، ودي جمله مهمه جدا 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 اهي. يعني ايه؟ احنا قلنا ان هو متطفل يعني بيتطفل على خليه اي عائل او كائن حي اخر، وبالتالي ممكن تتطفل على خليه انسان، على حيوان، على نبات، على فطر، على بكتيريا، وفعلا بيهاجم كل هذه الانواع، وبالتالي ان هو بيعيش على كائن محدد دون غيره، وعشان كده بنستخدمه في حاجه اسمها ايه؟ عمليه المكافحه البيولوجيه. وتعريف المكافحه البيولوجيه هي ايه؟ النقض على كائن حي باستخدام كائن حي اخر. اولا كلمه مكافحه معناها مقاومه، بيولوجيه يعني حيوية، مقاومه حيويه. لما باجي بقاوم الحشرات او الفطريات او كلام من ده برش مبيدات، نظرا لان الكلام ده كله بيكون بيسبب امراض و الى اخره، فايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان بندور العلماء بيدوروا على وسيله اخرى امنه، اللي هي ايه؟ ان هم بيلجاوا الى استخدام الفيروسات عشان مثلا تهاجم في فطر معين، هاجم محصول. اجيب الفيروس اللي بيهاجم الفطر ده وارشه على المحصول ده مثلا.
فيبتدي يقضي على الفطر ده وما يتأثرش النبات أو الحيوان اللي هينزل عليه هذا الفيروس. هذا هو ما نعنيه بالمكافحة البيولوجية. أشكال الفيروسات يا جماعة الخير بنلاقي إنها أشكال متعددة زي ما إحنا قلنا، متعددة الأشكال أهو زي ما موجود قدامنا بالشكل ده كده. ثم نذهب إلى أهمية الفيروسات، اللي هي إحنا قلنا الأضرار والمنافع، قلنا إنها بتسبب العديد من الأمراض للإنسان إلى آخره. خلاص، وبتؤثر على إنتاج المحاصيل، ده كله الأضرار بتاعتها. طب واستخداماتها بقى المفيدة، يعني ملهاش استخدامات؟ لا، في إنتاج اللقاحات، أدي واحد، في إنتاج التجارب الطبية، اتنين، في تجارب هندسة الوراثية. لو سألنا ليه اشمعنى تجارب الهندسة الوراثية؟ لأن احنا محتاجين نعمل تعديل في الدي ان ايه أو مادة الوراثة، بس على حاجة بسيطة، الفيروس لبساطة التركيب بتاعته. يبقى السبب أهو، يبقى لو قلنا سبب اختيار الفيروسات للهندسة الوراثية بساطة تركيبها، مش لمجرد انها فيها مادة وراثة، لا، ما كل الكائنات فيها مادة وراثة. بتستخدم في المكافحة البيولوجية، احنا لسه قايلين عليها دلوقتي، ادي التعريف بتاعها. ليه؟ لانها متخصصة في اختيار العائل. لما قلنا لماذا، الاجابة احنا قايلينها مفيش من نص دقيقة، في لانها متخصصة في اختيار العائل. ثم نذهب لأحد الأمثلة وهنتوقف عند هذا القدر ونكمل في فيديو قادم ان شاء الله، البكتيريوفاج ودورة حياته. وإلى أن نلتقي في فيديو قادم إن شاء الله من فيديوهات تبسيط العلوم، أترككم في رعاية الله وأمانه، وأستودعكم الله. إن كنت أحسنت فمن الله، وإن كنت أسأت أو أخطأت فمن نفسي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.